الخير على حضراتكم، أهلا بكم معنا يوم جديد من الحياة اليوم ومتابعة لأهم الأخبار. وكما هي العادة وإن شاء الله بقى ربنا يقطع لنا العادة دي، إن احنا نتكلم على كورونا بشكل يومي. طبعا في ضوء التطورات اللي بتحصل والإصابات الكتيرة اللي احنا بنتعامل معاها والوضع في العالم كله، وطبعا أهمية التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية. خلينا أقول لحضراتكم آخر الأرقام اللي سجلتها وزارة الصحة، كلام طبعا امبارح، النهاردة لسه البيان ما خرجش. امبارح بنتكلم على 1359 حالة إصابة جديدة، طبعا شايفين النطة والقفزة اللي بتحصل في أعداد الإصابات. أما أعداد الوفيات طبعا ورحمة الله على الجميع، عندنا 61 حالة وفاة. كده بنتكلم عن إجمالي الإصابات في مصر 133900 حالة، وده في الإصابة. وبالنسبة للوفيات عندنا 7466 حالة وفاة. لما نتكلم برضو معدل الإصابات إلى جانب معدل الوفيات والقد إيه، يعني برضو يعني انه نسبه الشفاء الحمد لله مرتفعه بشكل يعني كويس. طبعا احنا مش عايزين يكون في اي حاله وفاه او اي حاله اصابه، فالالتزام بالاجراءات الاحترازيه والقرارات اللي تم التاكيد عليها من قبل مجلس الوزراء علشان طبعا الكل ينضبط ويلتزم، وقصه توقيع الغرامه. ويمكن النهارده في اخبار ليها علاقه بقى بمساله الضبطيه القضائيه، ومن هيكون لي الحق في ضبط المخالف وتوقيع الغرامه، وشويه تفاصيل بقى ليها علاقه بتحصيل الغرامات وكل الكلام ده طبعا هنتعامل معاه بالتفصيل. لكن خلوني الاول ارحب بدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. برحب بحضرتك معنا يا دكتور، اهلا وسهلا بسيادتك. اهلا وسهلا. الحمد لله يا فندم. يعني بالتاكيد احنا محتاجين وكلنا في وسط الاخبار اللي احنا بنتعامل معاها نفهم وضعنا ايه يا دكتور عوض، يعني بالنسبه للعالم وحالات الاصابات والوفيات ازاي حضراتكم مقيمينها وبتتعاملوا معاها؟ شوفي حضرتك، احنا هي المرض ده هو مازال على نمط اللي كان موجود قبل كده، ان هو المرض يصيب الانسان، في مرض فيروسي شديد وجديد على العالم كله، عامل ازمه عالميه، عمل اجهاد للعالم كله من جميع النواحي. انما الفكره كلها ان المرض بيصيب الانسان بالعدوى المباشره، بتنتقل من واحد لواحد، والواحد يصيب ناس تانيه، ومرض معدي واصاباته كثيره وتداعياته كثيرة. إنما ممكن يحصل المرض أو يحصل العدوى ولا يحدث المرض، يعني عدوى بدون مرض في بعض الحالات. وهنا بقى بتيجي الخطورة، صحيح هو جاله عدوى وما بقاش عنده مرض، لكن مع الأسف ممكن يكون معدي. يعني في فئة من الناس بتصاب بالفيروس حضرتك من واحد تاني أو من مجموعة تانية، وخدت الفيروس لكن ما عندهاش أعراض مرضية، دي موجوده. في فئه اخرى بتبدا تحصل اعراض مختلفه كثيره، من حاجات بسيطه تشابه كثيرا او تماثل نزلات البرد العاديه، الى التهابات رئويه، الى مشاكل اكثر من كده. طيب مواصفات الفتره دي يا فندم والسلاله الجديده ومدى خطورتها. اتفضل. حضرتك قلتي ان في زياده في الحالات وده حقيقي. وعلى فكره هذا توقع موجود بنتكلم فيه من شهر سبتمبر. صحيح. يعني فترة الشتاء، الخريف والشتاء لغاية امتداد يمكن الشهور القادمة، بيبقى في فترات فيها زيادة في الحالات نتيجة لتقطلات الفيروس الموسمي للإنفلونزا مع فيروس كورونا المستحدث. وطبعا انت عارف حضرتك ان التهوية او التكدس بيبقى اكثر في فصل الشتاء. فاحنا عندنا زيادة فعلا في الحالات وهذا متوقع. وطبعا سيادتك لما الحالات بتزيد كنسب زي ما قلنا، من اول ناس بتجيلها العدوى وما فيهاش مرض الى ناس حالات متوسطه الى شديده الى شديده جدا الى حالات بتدخل الرعايه المركزه وتحط على جهاز التنفس الصناعي. فهو ده التطور الموجود لغايه ما نوصل الى اعداد ثابته او مستقره بعض الايام، ثم تبدا في الكيرف ينزل. نقدر نقول في هذه الحاله ان احنا عدينا الموجه او قمه الموجه بتاع هذه الحالات. طب توقعاتكم يا فندم احنا ممكن نوصل للذروه امتى، وامتى يحصل الانحسار ان شاء الله يا رب؟ حضرتك دي ملهاش توقعات معينه. هي كيرف بيمشي، في ناس بتمشي ببطء افقيا وفي ناس بتمشي راسيا، البلاد بتختلف في هذا. انما تحديد ميعاد محدد لهذا في مثل هذه الظروف الوبائيه محدش يقدر يقول ابدا، بعد اسبوع، بعد اسبوعين، بعد ايام. فده يبقى الحقيقه تكهن في غير موضوعه، لان ما حدش يقدر يعرف بالظبط ايه اللي هيحصل.
تمام. طيب مع التحور اللي حصل واللي تم الإعلان عنه في عدد من الدول الأوروبية منها إنجلترا وهولندا وغيره، وإحنا هنا برضو الوضع بالنسبة لنا إحنا مش عارفين أكتر من سلالة اتنين تلاتة، التحور اللي حصل في إنجلترا ده موجود عندنا؟ إيه السلالات الموجودة؟ تفضل يا فندم. ومراكز البحث العلمي سواء في الجامعات أو في أماكن أخرى بتدرس هذا تماما. لكن عايز أقول لحضرتك يا أستاذة لبنى إن هذا الكلام ليس جديدا. حضرتك هقول لحضرتك معلومة. اتفضل يا فندم. الفيروس أو التطعيم بتاع الإنفلونزا الموسمية طبعا حضرتك عارف إنه بيتغير كل سنة. يعني مفيش تطعيم بتاع إنفلونزا موسمية يتاخد هو هو ولا الواحد يقدر يستعمله عدة سنوات، كل سنة اللي بيتطعم لازم يتطعم. ليه؟ لأن فيروس الإنفلونزا الموسمية هو فيروس، وهذا الفيروس ممكن يتغير، والسلالات اللي بترصد كل سنة بتختلف عن السنة اللي قبليها. عشان كده التطعيم بيتغير كل سنة، رغم ان هو فيروس انفلونزا ألف، ورغم ان السلالة بتاعته او النوع منه H1N1 وH3N2، لكن كل سنة بيتحط السب تايبس بتاعته او الانواع الاخرى اللي هي بتثبت ان هي اكثر انتشارا في العالم. السنة دي فيروس الانفلونزا التطعيم بتاع الانفلونزا الموسمية هو احنا بنحط 2A وحطينا كمان بي كان واحد بقوا 2. ليه؟ لان وجد ان هذه هي السلالات المنتشره على مدار السنه اللي فاتت. فاحنا النهارده لو تتذكري حضرتك اول حالات رصدت لفيروس كورونا المستحدث كان في بلد ووهان الصينيه في ديسمبر 2019. واحنا دلوقتي في ديسمبر 2020، يعني مره سنه. فكون يبدا يحصل تحور في الفيروس هذا شيء طبيعي جدا وعلمي جدا وممكن يحصل. هو بيفضل التساؤل بقى اللقاحات اللي تم التوصل ليها مع التحاور ده يعني هتبقى صالحه ولا هنغير في اللقاحات ولا ايه؟ اللقاحات اللي موجوده حاليا بالسترينز بتاعتها ما زالت صالحه، ولما بيحصل تغير بتقدر الشركات المنتجه او المصنعه تغير في شكل التطعيم بحيث يوائم او يلائم او يبقى مؤثر في السلالات الجديده التي تنتج من هذا الفيروس. لكن لحد هذه اللحظة التحول ما بقاش جذري، يعني في بعض التحولات والتحورات، وما زال العلماء بيقولوا ان هذا الفيروس هذا التطعيم يشتغل على الفيروسات السائدة حاليا. طب احنا وضعنا بقى ايه سيادة الوزير بالنسبة للقاحات؟ يعني انا عارفة طبعا ان احنا بالتأكيد عاملين سيناريو ليه علاقة ان احنا نتعامل مع كل البدائل كل اللقاحات الممكنة في حال طبعا فعاليتها. اتفضل. من اول ما بدأوا يتكلموا عن اللقاحات ومصر بتمارس دورها في هذا، الدولة الحكومة كل الجهات العلمية والفنية بتدرس أنواع اللقاحات التي أنتجت في العالم، طريقة إنتاجها، طريقة فعاليتها، مدة حمايتها، كل ده بيدرس، وطريقة تصنيعها إزاي، يعني إيه الطريقة العلمية الفنية اللي صنع بيها، وفي متابعة دقيقة من الدولة من سيادة الرئيس ومن سيادة رئيس مجلس الوزراء ومن لجان عليا للأزمة، كل دي بتتابع هذا الكلام بحيث ما سوف يتم توفير. وفعلا في اتفاقيات على توفير هذه اللقاحات. وايضا موجود برنامج زمني للتطعيمات او اعطاء اللقاحات، وما هي الفئات اللي هتاخد هذه اللقاحات، ده كله يا فندم موجود ومدروس وهيعلن في وقت ان شاء الله. بس يعني احنا منتظرين بدايه التطعيم الفعلي بقى، يعني ده هيكون بعد ما تنتهي الدراسات ونتاكد من مدى الفعاليه، يعني ايه التطعيم الفني بيسجل في مصر؟ بيروح الجهات الفنيه المختصه اللي هي هيئه الدواء المصريه. بتجري عليه، اولا بتراجع الملف بتاعه وتشوف الصلاحيه بتاعته وتشوف التاثير بتاعه وامانه وفعاليته واحتمالية أثاره الجانبية، وبتدرس على العينات اللي جاية منه دراسات معملية وفنية طبية وصيدلانية، وبتجهز هذا اللقاح، وعندما يجهز بيبقى خد كل وسائل المشروعية في هذا، مع العلم الاستاتيك طبعا ان كل اللقاحات في العالم سجلت ما يسمى emergency registration، emergency يعني طوارئ، لان ما خدش اللقاحات انتجت بسرعة مع عمل التجارب الكلينيكية السريرية المضبوطة ومراحل الانتاج اللقاح زي مراحل انتاج الدواء. لكن ما سمي التسجيل العاجل او تسجيل الطوارئ نظرا لان المدة البينية ما بين انتاج اللقاحات
وعمل عليها اجراءات طويله المدى لم تجرى نظرا لان احنا في وباء شديد في العالم. طيب يعني طبعا رد حضرتك رد قاطع وابلغ رد يعني على كل حملات التشكيك اللي بتتقال بخصوص يعني اللقاح الصيني او اي لقاح مصر بتتعاقد عليه، لان حضرتك بتقول بنستوفي الدراسات وبنشوف مدى الفعاليه الاثار الجانبيه قبل ما يتم التطعيم الفعلي. ده مؤكد يا فندم، لان احنا يعني دي ما فيهاش فصال. طبعا امان وحياه الانسان وضمان اللي بيجي له يكون شيء امن، ده ما فيهاش اي ما فيش حد في الدنيا بيسمح بغير ذلك. النهارده يا سياده الوزير طلع اخبار واشاعات بتتكلم عن حظر تجوال واستعانوا بفيديو قديم لرئيس الوزراء وقت طبعا الموجه الاولى. يمكن ده في ضوء برضه، خليني ارجع للاجتماع الخاص بلجنه اداره الازمه وحضرتك طبعا بالتاكيد كنت حاضره، والقرارات اللي هي من شانها بقى الالتزام وتوقيع الغرامات ويكون في انضباط فعلي. اهميه ده، وهل السيناريو بتاع حظر التجوال، عارفه خلاص قلنا دي اشاعه وتم نفيها، ده وارد في اي وقت وفقا للمعطيات على الارض؟ الدوله واللجنه العليا لاداره الازمه ومجلس الوزراء بيتخذوا القرارات المناسبه والصالحه لكل مرحله. بالاساس هو امان المواطنين وحياتهم واقتصادياتهم وشؤونهم الاجتماعيه. كل قرار بيصدر بيدرس بعد دراسه متعمقه شديده جدا للحفاظ على كل هذه المعطيات. وسيادتك البيان اللي طلع من مجلس الوزراء يحدد ما هو سوف يتم في هذه المرحله، واظن كل التفاصيل بتاعته قادمه. صحيح صحيح، مش حاجه بتستخبى، عندما كل حاجه بتدرس بعنايه شديده جدا. مدى التاثير، مدى الحاجه الى هذه الفعاليات، كل ده بيدرس ويناقش فترات طويله جدا حتى يصدر القرار الصائب الذي يحافظ على كل النقاط اللي قلت لحضرتك عليها. طيب واحنا برضو بنتكلم على الالتزام والانضباط يا سيادة الوزير، وخاصة مع الإصابات اللي احنا بقينا بنشوفها والمنحنى اللي عمال للأسف الشديد برضو الإصابات بترتفع، احنا هنا بنتكلم في وضع يستلزم انه يكون في رقابة صارمة. طبعا الإجراءات والقرارات اللي تم اتخاذها بأول امبارح طبعا إجراءات ان شاء الله يكون ليها فعاليتها، لكن الأهم المراقبة، مراقبة مدى الالتزام، الغرامات دي هتتحصل ولا لا، هيبقى في فعلا يعني رادع لاي حد ان هو يعني يتخلى عن الاجراءات الاحترازيه، متابعه الامر ده مع الاجهزه المعنيه ومن خلال لجنه اداره الازمه يا فندم. بالظبط يا فندم. عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. اتفضل. الوباء وباء عالمي. كل العالم تاثر بيه. وكل الناس بتتكلم على ان دي وباء موجود نرجو ربنا سبحانه وتعالى يزيحه عننا جميعا. امين يا رب. انما لحد هذه اللحظه احنا عمالين نتكلم على ادويه ولقاحات ونناقش والكلام ده كله، واحنا عندنا وسائل احترازيه وقائيه مؤثره جدا وبننادي بيها وفي ايدين كل واحد فينا. طبعا الدوله ليها اساليبها وليها طرقها في تنفيذ القرارات والقوانين وهتنفذ. تمام. انما اذا كان كل واحد فينا بحكم ضميره وحكم الحفاظ على حياته الشخصيه وحياه اسرته، حياة أبوه أمه وأخواته وأولاده وحياة زملائه وأصدقائه وحياة المصريين كلنا، الأولوية إن احنا نتكاتف نعمل هذا، ودي في إيدينا. يعني إذا كنا بنقول عندنا احتياطات، لعلم سيادتك حتى بعد ما تيجي التطعيمات أو اللقاحات ما زالت الوسائل الوقائية اللي تتقال التي تحمي الإنسان منه وتحميه من نفسه وتحميه من غيره ما زالت هي الأولوية الأولى. النهارده حتى تتاح اي وسائل اخرى، ليه ما نعملش هذا ونلتزم بيه كلنا؟ صح. حتى نحمي انفسنا، كل واحد بيحمي نفسه. يعني اللي بيلبس كمامه وانا البس كمامه، فبقول له احمي نفسك مني واحميني منك. صحيح. لان اي واحد فينا زي ما قلت لحضرتك في مقدمه الكلام ممكن يكون عنده الفيروس وماشي بيه وهو ما يعرفش. حضرتك قلت نقطة مهمة جدا، ان البعض يقول لك خلاص ما هو التطعيم جاي، البعض بيقول لك خلاص التطعيم جاي، حضرتك بتقول انه حتى بعد بداية التطعيم، يعني احنا وفقا للمعلومات اللي عندنا انه لغاية لما اي بلد يكون المتطعم من مواطنيها 70%، فيبقى ساعتها في اتفضل يا فندم. بالظبط. هو نفسه التطعيم نفسه فعال وبيكون اجسام مناعية، لكن يحمي من ايه؟ يحميني من مرض يمكن، خلي بال حضرتك من الكلام. اتفضل. يحميني من المضاعفات ممكن. يحميني من مشاكل شديده للمرض ممكن،
لكن لحد دلوقتي لم يثبت انه بيحمي بنسبه 100%. مفهوم. اذا ما كناش هنعمل ناخد التطعيم زي الانفلونزا الموسميه. يعني ممكن واحد ياخد التطعيم بتاع الانفلونزا الموسميه وتجيله. اذا تعرض للعدوى. لكن تيجي مخففه ما تعملش مضاعفات تحمي على المدى الطويل فيجب ان نستمر جميعا كاسره واحده وكيد واحده هيحمي مصر ويحمينا جميعا من هذا الوباء الفظيع ان احنا نلتزم بهذه القواعد ان شاء الله. نقطه اخيره يا فندم، طمنا برضو على جاهزيه المستشفيات الخاصه والحكوميه، مستشفيات العزل، الادويه، خاصه ان في الفتره الاخيره كان في ضغط برضو والناس نازله على الفيتامينات وعلى المضادات الحيويه، فبرضو ايه الوضع؟ وحتى كمان الاطفال ومستشفيات العزل الخاصه بيهم تبع للتعليم العالي. شوفي حضرتك في خطه تدريجيه نعم لفتح مستشفيات او اماكن عزل او اماكن علاج في كل مرحله حسب الحاجه لهذا. مستشفيات وزاره الصحه كلها شغاله، مستشفيات الجامعيه عامله اماكن كثيره جدا عشان برضو حضرتك غير موضوع الكورونا في حالات طارئه وعاجله محتاجه تدخل طبي. يعني في امراض المزمنه بيتم التعامل معها، لكن حد الله لا يقدر جاله ازمه قلبيه حاده، حد جاله التهاب حد في الزائده الدوديه، حد جاله سيدة بتولد، سيدة عايزة قيصرية، كل دي أو حصل حادثة، كل دي حاجات طارئة لازم يتم التعامل معها مع حالات كورونا. فتنسيق ما بين هذه الحاجة وما بين التعامل مع حالات كورونا حسب حاجة كل مرحلة بيتم إضافة أسرة جديدة وأماكن جديدة لرعاية هؤلاء المرضى. وطبعا الخبرة السابقة في المرحلة الأولى اللي إدت الناس فيه ثقة إن ممكن حالات كتيرة تتعالج في المنازل بيتم التعامل معها وتوفير الرعاية لها سواء عن طريق الطبيب الخاص أو عن طريق مركز طبي أو عن طريق استشارات، بحيث المريض يبقى في أمان ولو حصل له حاجة طارئة يلجأ إلى رعاية طبية. إن شاء الله خير يا فندم، واللي جاي يكون أفضل. وجملة أخيرة بقى، يعني عشان وإحنا بنخلص 2020 وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل وأحسن، يعني أمنية حضرتك أو رسالة للمواطن المصري في الوقت ده. الله يا فندم إن ربنا يزيح هذا الوباء اللي ضرب العالم كله وأضر بالعالم كله وخلى الناس كلها في حالة استنفار للتعامل معاه. أرجو السنة الجديدة ربنا يحافظ على مصر ويحافظ عليكم وعلينا جميعا ويكفينا شر هذا الوباء وهذا المرض وتداعياته، وأدعوكم جميعا في دعاء حب وصدق ودعاء إلى الله إن كلنا نتكاتف ونتراحم ونحط إيدينا في إيد بعض مع الدولة ومع الحكومة مع كل الدولة إن إحنا ربنا يعديها علينا بخير ونتخطى هذه العقبة الشديدة اللي أصابت مصر وأصابت العالم كله. أنا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على مداخلتك القيمة والمهمة دي. طبعا دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة العامة والوقاية، شرفتنا ونورتنا يا فندم. طيب نرجع بقى للتفصيلة اللي كنت بقول لحضرتكم عليها بخصوص الغرامة بقى وتوقيعها عشان نفهم ان الموضوع بجد. احنا قلنا بداية من يوم الحد اللي جاي على طول الغرامة دي اللي مش هيلتزم بالكمامة والإجراءات الاحترازية في أي مكان، خاصة بقى منشآت خاصة حكومية، وسائل نقل ومواصلات، الكلام ده كله هيتم توقيع الغرامة الفورية. ازاي بقى ده الآلية هتكون ازاي؟ ده اللي عمله النهارده معالي المستشار عمر مروان وزير العدل، اللي أصدر قرار بموجب هذا القرار خلى مأموري الضبط القضائي كل في نطاق اختصاصه الوظيفي هيبقى ليه سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، هي يعني الامتناع أو التهاون في مسألة الكمامة. ونص القرار في مادته الثانية هيكون سداد مبلغ التصالح الفوري عن جريمة عدم ارتداء الكمامة، لها جريمة في حق نفسك وفي حق المجتمع وفي حق اللي حواليك، دي هتكون أمام مأمور الضبط القضائي أو من له صفة الضبطية القضائية، وهيقوم ضابط الوقع بتحرير الإيصال اللازم اللي هتصدره كل جهة، هيكون الجهة دي بختم الجهة دي يعني، وهيكون في الآخر يعني اللي هيحرر الغرامة أو الكلام ده كله هو اللي هيوقع في الورقة يعني، وهيبين كمان مكان وزمان ارتكاب الكمامة
الجريمه، كان الكلام ده فين؟ شوفوا برضو مره تانية احنا بناكد على قصه الجريمه، جريم يعني دي مش بقى رفاهيه اني البس الكمامه، لا والله بتخنقني، لا مش عارفه ايه، دي جريمه زي بقول لك في حق نفسك وفي حق المجتمع. فهيثبت كل الكلام ده في تقرير الضبط، وهتكون الغرامه فوريه، منح سلطه الضبط جريمه عدم ارتداء الكمامه وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء الى كل من مأموري الضبط القضائي المختصين قانونا وكل من سبق منح صفه الضبطيه القضائيه في نطاق اختصاصه الوظيفي من بعض العاملين بالوزارات والجهات والهيئات. طيب ما دام احنا برضو لسه بنتكلم على كورونا، بنفضل زي ما قال كده معالي المستشار من شويه دكتور محمد عوض تاج الدين انه طبعا كورونا كان ليها ابعاد كتيره جدا، الابعاد الصحيه والابعاد الاقتصاديه والنفسيه والاجتماعيه، لكن في الشق الاقتصادي شفنا طبعا ازاي الدوله المصريه خدت عده قرارات واجراءات انها تهون برضو وتخفف العبء عن فئات كتيره اتضررت نتيجه لهذه الازمه. من بينها النهارده بنتكلم على قرار جديد من مجلس اداره البنك المركزي، قرار هو مش جديد، هو استمرار القرار السابق، بقى في مد لسريان بعض القرارات اللي سبق وتم اتخاذها لمواجهه جائحه كورونا، هيتم مد هذه القرارات لست شهور جايين اعتبارا من 1 يناير لغايه 30 يونيو 2021. القرارات القديمه اللي تم مدها للفتره الجديده ست شهور دي عباره عن الاستمرار في اعفاء العملاء من كل المصروفات والعملات الخاصه بخدمات التحويلات البنكيه بالجنيه المصري، اصدار المحافظ الالكترونيه مجانا بما فيها البطاقات الافتراضية من المحفظة، إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الموبايل وعمليات التحويل بين أي حساب مصرفي، حساب محمول يعني وحساب مصرفي، كمان إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا. وفي كمان خطوة مهمة جدا إنه هيعملوا البطاقات دي لا تلامسية، يعني مش هيبقى بقى أنت محتاج إنك تمسك البطاقة وتحطها في المكنة وتضرب الباسورد، يعني بنقلل بس يعني قصة ان احنا يبقى في اي نوع من انواع التلامس عشان قصة العدوى. فالبطاقات دي هتبقى بطاقات جديدة هيعملها البنك المركزي، وكل البطاقات الجديدة دي برضو هتكون ساري عليها موضوع ما فيش اي رسومات، ما فيش اي عمولات خاصة بعمليات السحب النقدي، والبنك هو اللي هيتحمل الرسوم والعمولات. معنا على التليفون دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير يا دكتور شادي، أهلا وسهلا بحضرتك. الشق الاقتصادي طبعا وجائحة كورونا وازاي تأثر سلبا، قول لي حضرتك ازاي شايف تعامل البنك المركزي والقرارات اللي النهاردة بنتكلم عنها مد للقرارات السابقة بخصوص طبعا كل ما ليه علاقة ان احنا نخفف برضو وما يبقاش في مصاريف او فلوس زيادة يتحملها الناس. فندم على نفس النهج السابق يعني، هو بيحاول يساعد في نفس الاتجاه بتاع عدم تداول النقد واستخدام الادوات التكنولوجيه الحديثه علشان يعني يرسخ اتجاهين مع بعض. اول حاجه الاتجاه الاول اتجاه الشمول المالي، وده عشان يكون قاعده يكبر قاعده بيانات ويدخل عدد كبير جدا من المتعاملين اللي بره قاعده البيانات بتاعه البنوك عموما الى قاعده البنوك. ثاني حاجه عشان يحافظ على الصحه العامه، وده الهدف الاهم دلوقتي. إذا حضرتك عارفة النقد ده ممكن يشيل الفيروس مرة واثنين وثلاثة، وانتقال العمدة ما بين عدد كبير من الناس وتداولها يعني هيفضل يحمل الفيروس، وطبعا كل ما احنا بنتداول العملة أكتر كل ما احتمال الإصابة زاد. علشان كده هم يعني البنك قرر إن هو يكمل إجراءاته الكامل فيها قبل كده ويمد التعامل، رغم إن عدد كبير جدا من الخبراء وعدد كبير جدا من المتابعين يعني توقع بما فيهم أنا يعني أنا امبارح كنت كاتب لسه إن البنك هينهي تعامله. وكنا بنناقشه امبارح ان هو يا ريت يكمل بما ان احنا دخلنا في الموجه الثانيه يعني، فيا ريت يكمل. وفعلا البنك يعني سابق حتى كل الخبراء وكل المتابعين وكمل في اتجاهه، وده طبعا زي ما قلت لك عشان يكمل في اتجاهين اللي هو يحافظ على الصحه العامه ويعزز. يعني هي اصلا السياسه كمان غير موضوع كورونا، طبعا ده شيء مهم بخصوص كورونا ومواجهتها، لكن انه ده يبقى عنوان والتحول الرقمي والميكنه وموضوع بقى تداول الكاش، دي سياسه هنكمل عليها اصلا. ايوه صحيح يا فندم صحيح. بس هو كمان يعني هو هدف طول الوقت البنك المركزي ان هو يكبر يوسع الشمول المالي، يدخل عدد اكبر من العملاء وعدد اكبر من المواطنين في قواعده، ويدخل عدد اكبر من المتعاملين للتعامل مع البنوك، مش بس علشان يبقى عنده نظره اشمل للاقتصاد، لا علشان كمان كل ما حضرتك بقيت وصل اكتر للبنك، كل ما حضرتك بقيت وصل اكتر للتمويل، كل ما دخلك بقى قابل ان هو يزيد. تخيلي حضرتك دلوقتي لو قادره تاخدي
يعني نفترض مثلا ان في مواطن قاعد بيشتغل بقى عنده اكسس على البنك بقى قادر ان هو ياخد قرض صغير او قرض متوسط او قرض متناهي الثقه ده يقدر من الصبح يشتغل فرصه عمل. فهو البنك مش بس بيستهدف ان هو يوسع قاعده العملاء بتوعه، لا بتوع النظام المصرفي يعني، لا ده هو كمان عاوز يوسع، انا بقول لحضرتك كده، يوسع فرص العمل، يخلق فرص عمل للمصريين، يخلق اكسس عشان يزود دخول المصريين، وهكذا يكمل فيه اتجاه خدمه الاقتصاد المصري كله اللي هو مكمل فيه اصلا من بعد الثوره. وزي ما حضرتك عارف ان البنك المركزي اصلا كان يشتغل على ان هو يشيل الاقتصاد المصري بشكل شبكه امان ليه في فتره ما بعد الاحداث اللي حصلت مع برنامج الدفاع الاقتصادي، ومكمل في طريقه عشان يساهم ويدعم الموضوع لسه يعني. أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بمركز الفكر الدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب احنا نرجع ولسه برضو في قصة كورونا، معلش بس عشان نشوف انه لا في جدية في الالتزام بالاجراءات والقرارات الخاصة بمجلس الوزراء. احنا كنا بنقول اللي هيخالف سواء مواطن او جهة حكومية او غير حكومية طبعا المواطن هيبقى فيه غرامة، الجهات بقى اللي هي المؤسسية او الكلام ده كله قلنا هيبقى فيه يا اغلاق يا غرامات توصل ل 4000 جنيه وإحالة المسؤولين عن التهاون ده برضو للمحاسبة والمسألة. ليه بقول المقدمة دي بقى؟ لأنه النهاردة قرار مهم جدا وليه دلالة زي ما بقول لكم كده على مدى الجدية، ويبقى عنوان بقى لكل الجهات أنه لا مفيش تهاون ومفيش رفاهية ولازم نلتزم. لما نتكلم على مسجد من أهم المساجد اللي موجود في بلدنا ومسجد تاريخ يعني كبير ويعني مسجد النور، مسجد النور بالعباسية ده عنوان مهم جدا، فلما يتم قفل المسجد النهاردة طبعا احنا مش عايزين نرجع تاني لموضوع قفل المساجد، يعني دي لوحدها كانت عاملة عبء نفسي وروحي على الناس، صعب قوي انك تلاقي بيوت ربنا مقفولة، فمش عايزين نرجع لده. احنا بنطلب من الناس الالتزام، القائمين على إدارة المساجد الالتزام، لأن برضو نص القرار اللي حصل وبعد الإغلاق في محاسبة برضو عن اللي تهاون وعن اللي سمح أن يبقى فيه مفيش التزام بالإجراءات الاحترازية، مفيش كمامات، الناس مش جايبة المصلية الخاصة بيها. فطبعا يمكن ده نص القرار قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي، خليني أقول لحضراتكم برضو مرة تانية. قرر دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غلق مسجد النور وساحته وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين مع خصم 10 أيام من كل إمام من أئمة المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد ده بسبب عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة. طبعا المفترض بقى اللي ما التزمش جوه المسجد ده عليه غرام، تمام؟ اللي بقى القائم على ان هو يراقب ويتابع والكلام ده أئمة المسجد العاملين الكلام ده كله، هم كمان اتوقفوا في تحقيق معاهم وفي خصم 10 ايام منهم. ومش بس كده، كمان احنا بنتكلم على إحالة بقى غير اللي شغالين في الجامع مسجد النور، مفتش المنطقه، مدير الاداره التابعه ليها المسجد، دول برضو هيتحولوا للتحقيق بديوان عام الوزاره ان هم اثروا في المتابعه. ومن نص قرار وزير الاوقاف كمان انه هيتم تفويض كل مديريات مدير المديريات يعني ان هم يقفلوا اي مسجد ما يلتزمش الناس بالاجراءات الاحترازيه فيه، واحاله اي حد ياثر من العاملين بالاوقاف للتحقيق. طبعا زي ما بقول لحضراتكم في رساله مهمه ورا هذا القرار، ان لا يعني ما فيش بقى الكلام ده خالص، احنا عايزين كلنا نلتزم وعايزين نعيش حياه طبيعيه وتفضل بيوت ربنا مفتوحه للصلاه، بس نلتزم وكل اماكننا وكل منشاتنا والالتزام بنسبه الاشغال والالتزام بالاجراءات الاحترازيه علشان الدنيا طبعا يعني تكون ماشيه على ما يرام باذن الله يا رب. طيب خليني بس قبل ما نطلع لفاصل نتوجه طبعا بخالص العزاء لأسرة ومحبين والعائلة الفنية في وفاة طبعا المخرج السوري الكبير حاتم علي عن عمر 58 سنة. الوفاة حصلت بشكل مفاجئ ويمكن مش كتير هيعرفوا طبعا، لكن هو الجنسية طبعا السورية، لكن أعماله يعني مهمة جدا، في من الحاجات التاريخية، في يعني طبعا عارفين الفنانين السوريين ليهم بصماتهم الحقيقة، عمل عدد كبير من الأعمال المهمة والمسلسلات التلفزيونية اللي كانت صاحبة بصمات مهمة. خلونا نتابع مع حضراتكم تقرير عن المخرج الكبير الله يرحمه وأهم الأعمال ومسيرته الفنية، وبعد التقرير فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الحكومة تعلن اعتبار مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر أعمال منفعة عامة.
وزارة التموين تنفي إغلاق المخابز حال عدم تسديد أصحابها تكلفة التحويل إلى غاز طبيعي. وزارة الصحة تعلن فحص 11 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة. أمين عام مجلس النواب يؤكد جاهزية البرلمان لعقد جلسته الافتتاحية بدءاً من 10 يناير. وزارة المالية تعلن مدى فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية مارس. وزارة الإسكان تعلن بدء تسليم 1440 وحدة سكنية بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة في 24 من يناير. وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاقاً لتمويل 3 مشروعات بقطاع النقل بمليار و100 مليون يورو. المجلس القومي للمرأة يعلن استفادة 28 مليون سيدة من خدمات المجلس خلال 2020. جهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية في 5 محافظات ويضبط منتجات غير صالحة للاستخدام. وزارة الداخلية تضبط 9219 سائقا لعدم ارتدائهم الكمامة خلال 24 ساعة. النادي الأهلي يعلن سلبية مسحة رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشى لفيروس كورونا. هيئة الأرصاد الجوية غدا شبورة كثيفة بكافة الأنحاء وطقس شديد البرودة ليلا وصغرى بالعاصمة 11 درجة. رحب بحضراتكم معنا مرة تانية ونرجع لمتابعة أخبارنا. وفيما يخص نشاط السيد الرئيس، النهاردة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، ده كان بحضور رئيس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين. كان عنوان الاجتماع الأول، إن كان في اجتماعين للرئيس النهاردة، الاجتماع الأول كان عنوانه التعامل ومتابعة المشروعات في المنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية قناة السويس وتكاملها أو إنها تكون متسقة مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، وإن هيكون الأولوية للسلع والمنتجات اللي بيتم استيرادها من الخارج وفقا لاحتياجات السوق المحلي، والهدف إن احنا نخفض قصة بس وفاتورة الاستيراد. الاجتماع الثاني للرئيس كان برضو مع رئيس الوزراء ومع دكتور محمد معيط وزير المالية والسيد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية. الاجتماع كان بيتناول جهود الدولة لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ده بعد طبعا القانون الجديد وصدور اللائحة التنفيذية. نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي مع حضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض كل من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذا تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة. وقد وجه السيد الرئيس بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وفقا لاحتياجات السوق المحلية بهدف تخفيض أعباء الاستيراد واستشراف فرص التصدير. كما أضاف المتحدث الرسمي بأن الاجتماع تناول أيضا عرض مستجدات تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية في إطار استراتيجية التحول الرقمي وتضاعف أهميتها في ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الصدد، آخذا في الاعتبار أن المنظومة توفر تأميناً متكاملاً لإتمام العمليات وتبادل البيانات وفقاً للمعايير العالمية.
مما يتيح ربط الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي من خلال مراكز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومية التي تتمتع ببنية تحتية إلكترونية حديثة وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني الآمن عن طريق المنصات الإلكترونية المختلفة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، وذلك لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي يساهم في رفع مستوى الأداء وكذلك التيسير على المواطنين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار القانون الجديد لتلك المشروعات ولائحته التنفيذية، وكذلك تطورات المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة واستراتيجية تنمية الموارد. وقد وجه السيد الرئيس بأن تعكس اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز المتنوعة والمميزات العديدة التي نص عليها القانون لدعم أنشطة الشركات العاملة في تلك المشروعات، خاصة تخصيص تمويل ميسر لهم داخل الخطة السنوية للدولة، إلى جانب تبسيط الإجراءات المطلوبة منهم لتسجيل وسداد الضرائب المستحقة على المشروعات. وقد عرض السيد وزير المالية في هذا الإطار جوانب القانون الجديد والجاري الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي ستتضمن كافة الأمور التنظيمية لضمان سهولة التطبيق، حيث أشار إلى أن القانون الجديد أقر معدلات الضريبة وفق حجم النشاط السنوي ليكون مقداره 0.5% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ 1,000,000 جنيه وأقل من 2,000,000 جنيه، و75% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ 2,000,000 جنيه وأقل من 3,000,000 جنيه، و1% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ 3,000,000 جنيه ولا يزيد عن 10,000,000 جنيه سنويا، موضحا أن القانون يساعد على تشجيع عملية تحول الشركات لتعمل وفقا للاقتصاد الرسمي، فضلا عن تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين وإعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، وكذا تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع. كما تم استعراض وضع الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام الجاري 2020، ذلك بالإضافة إلى تناول أهم محاور استراتيجية الدولة لتنمية مواردها خلال المدى المتوسط، خاصة تحسين إدارة الموارد من خلال التوسع في منظومة الميكنة والتحصيل والسداد الإلكتروني، وكذا استغلال الإمكانات غير المستغلة للاقتصاد من خلال تحفيز ودمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة. طيب، بمناسبة متابعتنا للتقرير واجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، خليني أقول لحضراتكم الموضوع الأساسي اللي هنتكلم فيه النهاردة، المبادرة اللي اتكلم عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتويتة الخاصة بيه اللي كمان تقول إنه المسألة دي هتكون قيد التنفيذ بكل دقة، هيكون في متابعة، لأن الرئيس قال أنا هتابع بنفسي كل الخطوات التنفيذية. بكلم حضراتكم عن مبادرة حياة كريمة اللي الرئيس أمر إنه هيكون في مرحلة تانية ليها، وهيتم توسيع طبعا نطاق كل القرى والمراكز اللي الهدف طبعا ان احنا الناس فعلا تعيش حياه كريمه بكل اوجه هذه الحياه بقى، صحيا واجتماعيا ومرافق وبنيه تحتيه، وان الناس فعلا تعيش حياه افضل. ده ان شاء الله هيكون باذن الله بعد الفاصل وبعد ما نخلص اخبارنا. لكن برضو استكمالا للنقطه دي، ويمكن اي دوله لما بنقول انها تبقى عينيها على مواطنيها على احتياجاتهم على صحتهم، دي اهم حاجه. لما اتكلمنا عن المبادرات الرئاسيه اللي لها علاقه بصحه المصريين ومين
100 مليون صحة وإزاي بأكتر من مرحلة ومتابعة الأمر ده بشكل دوري على الأرض، ده شيء مهم ومحترم. لكن في بعض الأحوال بنشوف حالات يعني ما بنقدرش نوصل لها أو ما بنعرفش عنها، لكن بتكون فرصة لما بتتحط الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أو يحصل مناشدة. فالشق الإنساني هنا لازم يكون حاضر وبقوة. والحقيقة إحنا شايفين الدولة المصرية والقيادة والحكومة يعني أول ما بيكون في مناشدة أو حالة إنسانية صعبة بنلاقي على طول الاستجابة فورية، وبنلاقي فيه خطوات إنه فعلا إن المواطن ده لأ احنا حاسين بيك، احنا معاك، هنعمل اي حاجة يكون من شأنها ان احنا نخفف عن المواطنين. المقدمة دي اللي بقولها لحضراتكم لان كان في صورة الحقيقة مؤلمة قوي لسيدة يعني سمنة مفرطة، بنتكلم على 350 كيلو تقريبا، ما بتتحركش، مش قادرة تعيش حياتها. طبعا ده بيأثر على صحتها وحالتها النفسية، مصابة بداء الفيل، الوضع كان صعب بكل المقاييس الحقيقة. لما الموضوع ده وصل وكان في مناشدات واستغاثات، عرفنا ان النهاردة على طول كان في استجابة من الرئيس اللي وجه الحكومة طبعا ان هو يشوفوا حالة السيدة شيرين سمير اللي بكلم حضراتكم عنها، ويتم توجيه لها كل أوجه الرعاية الصحية، لو في تدخل جراحي، لو في أي شيء. المهم أن السيدة شيرين إن شاء الله ترجع لحياتها الطبيعية. طب موجودة معانا على التليفون برضو نطمن منها ونشوف آخر الأخبار. مدام شيرين أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيكي يا فندم. يعني طمنينا عليكي واحكي لنا كده إيه اللي حصل مع حضرتك والموضوع إزاي تم التعامل معاه. والله الموضوع معايا بقاله فترة جامدة، بقاله أزيد من 4 سنين. 4 سنين بس ما اكتشفتش المرض اللي بقالي سنة ونص بالظبط. ومن أسبوع كده واحد ابن حلال يعني كان عنده نفس الحالة دي البنت وكده، فلقيته كان بيلجأ لواحد اسمه عميد خالد داوود مشكورا أفضله، هو اللي بعت استغاثة لسيادة الرئيس وهو اللي عمل خلص كل حاجة بصراحة ربنا. بس انا ما كنتش متوقعه ان كل ده هيحصل في المسافه القريبه دي جدا. انا كنت فاقد الامل بس ربنا كبير. انت قلتي على بال ما الاستغاثه توصل وعلى بال ما حد يعمل حاجه، يعني لسه المساله وقت. لا بصراحه قلت مش ما حدش هيوصل لي. انت قلتي اصلا مش حاجه هتحصل يعني. ايوه لاني بقالي سنه ونص نايمه وما بخرجش، بروح للدكاتره بس وباجي وما بمشيش على رجلي والدنيا اتدهورت معايا. فقلت خلاص يبقى ان مفيش اي حاجه، مفيش امل بقى، خلاص انا هموت زي ما انا كده. بعد الشر عليكي وان شاء الله خير باذن الله وربنا يقومك بالسلامه وتقفي على رجليكي يا مدام شيرين. طب قولي لي اتعامل معاكي ايه بقى، انت فين دلوقتي وحصل معاكي ايه؟ طمنين. انا دلوقتي في مستشفى مخ واعصاب في شبين في ميت خلف. الدكاتره هنا استقبلونا كويس جدا جدا الحمد لله ورعايه كامله، وقالوا احنا هنعمل لك تحاليل وفحوصات وبعد كده نحولك على دار الشفاء لو نشوف الدنيا فيها ايه. لو ما حصلش امكانيات هنا، بس هنا كلهم الحمد لله يعني ورعايه كامله وكل حاجه كويسه. طبعا انت مش هتدفعي قرش واحد يعني، طبعا احنا فاهمين ان العلاج على نفقه الدوله، اي تدخل اي حاجه هتحصل ده هيكون الدوله هتتكفل بيها. قالوا لك طبعا الكلام ده صح؟ ايوه. هو انا بنشد الرئيس الف مليون شكر، ألف مليون شكر على اللي هو عمله بصراحة ربنا، ويسترها مع ربنا ويكفي شر المرض ويعينه على البلد يا رب ويعينه علينا بحق جاي النبي. أمين يا رب العالمين، وقومك بالسلامة وترجعي لبيتك وحياتك بشكل طبيعي، ونطمن عليك إن شاء الله يا مدام شيرين. ربنا يقومك بكل سلامة إن شاء الله. الله يخليك يا مدام لبنى. الله يخليك. الله يخليك. مع ألف سلام. مع ألف ألف سلام. فكرة الكلمة الحلوة والدعاء الحلو ده يعني بالدنيا وما فيها، احنا بنتشعلق في رضا ربنا سبحانه وتعالى. فلما يعني حتى الدعاء يجي من ست طيبه في محنه في ازمه، وتدعي للريس وتدعي للبلد وتدعي يعني ان شاء الله، يعني دي برضو دي حاجه حلوه وبتطمن وبتهدي، وان شاء الله يا رب باذن الله الافضل جاي. زي ما كان الرئيس بيقول يعني احنا ماشيين برضو ببركه وبدعاء الناس الطيبه،
يعني ربنا بيرزقنا وبيهون علينا مشاكلنا، أعباء كتيرة وإرث تقيل من المشاكل والهموم، إزاي نحن كلنا نبقى مع بعض ونقف مع بعض ونشيل عن بعض، الدولة تشيل عن اللي قادر واللي مش قادر واللي مش محتاج، وإحنا كمان نتكفل ببعض، ما يبقاش بس المسألة على الحكومة أو على الرئيس، كلنا في مركب واحد مع بعض، والبلد دي لما الدنيا تهدى والأمور تستقر في كل حاجة والأوضاع كلها، ده هيبقى يعود بالنفع ويعم بالخير على الكل وعلى البلد كلها إن شاء الله. النهارده سياده اللواء محمود توفيق وزير الداخليه عمل اجتماع مع مساعدي الوزير ومع قيادات الامنيه، الكلام ده كان في مقر مركز المعلومات واداره الازمات بوزاره الداخليه، وكان الكلام بقى ان هم بيستعرضوا الاستراتيجيه العمل الامني خلال الفتره اللي جايه، يامنوا طبعا الشارع المصري، قصه الاجراءات الاحترازيه برضو من كورونا ومدى الانضباط بيها، كمان عندنا حدث وفعاليه مهمه جدا وده تحدي الحقيقه واخدها الدوله المصريه على عاتقها انه يحصل حدث مهم اللي هو بطولة العالم لكرة اليد بعدد كبير من المنتخبات من الدول الأوروبية اللي هتكون موجودة عندنا، فده تحدي برضو بيقول إن الدولة قادرة على التنظيم وقادرة على التأمين وقادرة كمان على الشق الصحي أو الشق الطبي في المرحلة الدقيقة دي. خلونا نتابع تقرير عن تفاصيل أكتر من اجتماع وزير الداخلية النهاردة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه، كما تواصل مع مدير الأمن عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث استعرض محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد وكذلك بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في ظل قرب بدء فعاليتها. وتأتي تلك الاحتفالات في ظل إجراءات وتدابير احترازية اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، حيث وجه الوزير بضرورة مرور الخدمات الأمنية على المنشآت السياحية والأماكن المعنية بالاحتفالات والمحال التجارية للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية وقرارات الغلق في المواعيد المحددة وكذلك وسائل النقل الجماعي بمختلف أنواعها للتأكد من مدى التزام مستخدمي تلك الوسائل بارتداء الكمامات الواقية. وتابع الوزير مع القيادات الأمنية خطط انتشار القوات المكلفة بالتأمين ومدى استيعابها للمهام المكلة إليها مع مراعاة الأبعاد الإنسانية عند تنفيذ تلك الخطط، كما شدد على ضرورة اليقظة التامة للقوات المكلفة بتأمين دور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية وكذلك الأقوال الأمنية وقوات التدخل السريع التي تجوب كافة الطرق والمحاور الرئيسية لرصد الحالة الأمنية وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وأكد على ضرورة تفعيل دور الارتكازات الأمنية ودعمها بما يواكب المستجدات الأمنية ويسهم في التعامل السريع مع كافة المواقف والطوارئ، مع ضرورة وجود القيادات الإشرافية في الشارع مع قوات التأمين لتذليل كافة العقبات. وأشاد الوزير بما يبذله رجال الشرطة من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية الخطط الأمنية لآمال وطموحات المواطنين نحو وطن آمن تتواصل فيه أعمال البناء والتنمية. خلونا نتابع كمان تقرير تاني عن الندوة التثقيفية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف اللي حضرها عدد كبير من الأئمة ومن الدعاة، بنتكلم عن العلاقات التاريخية اللي بتجمع البلدين ما بين مصر وليبيا، التفاصيل في التقرير اللي جاي ومنه الفاصل وبعد الفاصل فقرتنا الأولى النهاردة عن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريم. بهدف بيان العلاقات بين مصر وليبيا، عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ندوة تثقيفية حول العلاقات التاريخية بين الدولتين، واللي حاضر فيها الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام وعدد من قيادات الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبحضور 35 إمام وداعية من أبناء ليبيا. النهاردة كان الحديث مع الإخوة الليبيين لأن بيننا وبين ليبيا علاقات استثنائية، ليبيا هي الجار، وقلت لهم يمكن بوضوح إن المنطقة من غرب النيل حتى سرت ده العمق الاستراتيجي للبلدين، وأي مساس بهذه المنطقة بيمس أمن الدولتين في نفس الوقت. مثل هذه اللقاءات بتوحد الروح والأفكار، فكرة استنهاض الدولة الوطنية، الدولة الوطنية بهويتها الوطنية، بالعلم، بالنشيد، بعشق الأرض، بالدفاع، إن أنمي في عقيدة الشباب والناشئ إنهم يحبوا بلدهم إزاي. كل ده محتاجينه الإخوة الدعاء الليبيين للقيام بدورهم في توعية الشباب الليبي ومواجهة الأفكار المتطرفة اللي بدأت تنتشر في الوسط الليبي من خلال الميليشيات والتنظيمات المتطرفة
الموجودة هنا. اللقاء تضمن مناقشة عدد من القضايا المهمة للشعب الليبي في المرحلة الراهنة، منها مخاطر حدوث الاقتتال الداخلي بين أبناء الوطن الواحد وأضراره على أوطانهم، والطرق والأساليب المطلوبة لحل النزاع بين المقاتلين حال خلافهم واقتتالهم. هذا الدور الذي تقوم به المنظمة العالمية لخليج الأزهر، وهذا الحدث اليوم يأتي ضمن سلسلة طويلة منذ 3 سنوات مع ليبيا الشقيقة من جهة المنظمة العالمية خليج الأزهر، حيث تستقدم المنظمة منذ أكثر من 3 سنوات وفودا من دعاة ليبيا وأمة ليبيا، إسهاما منا في أن يكون الفكر الرشيد إعادة للوضع الذي كان قبل ذلك في ليبيا. المشاركين في المحاضرة التثقيفية أكدوا على أن التفاوض بين الأشقاء هو السبيل الوحيد لحل النزاع، خاصة وأن التقاتل بين أبناء الوطن الواحد لا يستفيد منه أحد سوى أعداء الوطن اللي بيحاولوا تأجيج الصراعات من أجل الاستفادة منها. عمرو عبد الحميد، الحاليوم. نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية. مبادرة حياة كريمة طبعا كان لنا متابعات مهمة، وتابعنا كل تفاصيلها والشغل اللي حصل فيها وأوجه الرعاية المتكاملة اللي قدمتها هذه المبادرة علشان ترفع من كفاءة الأماكن اللي بتستهدفها وكمان مواطني هذه الأماكن. بنتكلم بقى خدمات صحية وتعليمية، الحياة نفسها، يعني حتى الحجر والبشر. فبنتكلم على إنها مبادرة متكاملة، الحمد لله شفنا مردودها على الأرض بشكل إيجابي في الفترة الأخيرة. لكن طبعا التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اول امبارح اللي كان ليها علاقه ان احنا نبني على اللي احنا حققناه، ازاي نتوسع اكتر، ازاي هذه المبادره تمتد لمده 3 سنين، مرحله ثانيه تشمل عدد اكبر من المراكز ومن القرى. الحقيقه واحنا بنتابع المبادره دي واحنا بنتكلم عن اهميتها، كان عينينا برضو ان احنا بنبص على انه في شغل في العاصمه الاداريه الجديده، في المدن الجديده، عدد كبير من المدن على مستوى الجمهوريه، العلمين الجديده، اسوان الجديده، حاجة جديدة، المنصورة الجديدة، حدث ولا حرج. فإن إحنا بنبص على الجديد وبنطور فيه وبنعمل مدن ذكية، لكن في نفس الوقت ما نغفلش وما نهملش أهلينا والقرى والصعيد والناس الأكثر احتياجا فعلا. فإزاي إنك تعمل المعادلة الصعبة دي، تبني للمستقبل لكن كمان تطور اللي هو موجود على الأرض. عشان كده أهمية هذه المبادرة هنتكلم عنها ونتكلم عن تفاصيلها والشغل اللي هيحصل فيها واللي حصل في المرحلة الأولى وامتداد ده في المرحلة الثانية. ده كله إن شاء الله هيكون مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهاردة مش لأول مرة طبعا، وكان لنا لقاءات كتيرة عن هذه المبادرة ولسه الشغل وال3 سنين اللي جايين أكيد هنرجع وهنتكلم كتير. دكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، برحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا دكتور خالد. هنتكلم في اللي جاي ولأي مدى بقى يعني قصة إنه الرئيس ويتكلم، ممكن هنعرض التويتر الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي على الشاشة هنشوفها على مع حضراتكم دلوقتي، إنه يعني بيتكلم على متابعة دقيقة على الأرض وإن الرئيس هيتابع كل تفاصيلها بنفسه استكمالا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجا. فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف 50 مركز على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية. الرئيس بيقول سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد. دكتور خالد، إزاي بقى بتستعدوا؟ إزاي اللي قالوا عنه الرئيس هيوضع موضع التنفيذ إن شاء الله؟ يعني استكمالا لما بدأناه من حديث سابق عن المبادرة، يعني وفقا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتشهد تطور من نوع مختلف، تطور على مستوى الاستهداف الجغرافي. في المرحلة الأولى كانت المبادرة بتستهدف قرى لها مستوى معين من الاحتياج، بس هذه القرى قد تكون متناثرة وبالتالي العائد منها ما هو الظاهر قوي للجمهور العام والرأي العام وخلافه. ممكن ننزل في محافظة عشان قرية أو قريتين، محافظة تانية فيها 10 قرى إلى آخره. وترتب على ده أن لو كنا كملنا بهذه المنهجية كان الشغل هيتركز في عدد 16 محافظة، منهم محافظات فيها تركز كبير في الشغل ومحافظات تانية ما فيهاش
ظهور كبير او محافظات ثالثه ما شافتناش. توجيهات السيد رئيس الجمهوريه بان ناخد في الاعتبار الانتشار الجغرافي والامتداد ليشمل جميع قرى الريف المصري على مستوى جميع محافظات الجمهوريه. احنا عندنا تكليف بتطوير كل قرى الريف المصري، وبالتالي بدات يبقى في تعديل في المنهجيه، ما نبقاش نشتغل بس على مستوى القريه، احنا بنشتغل بمستوى المركز الاداري بكل الوحدات المحليه التابعه له، بكل القرى المشموله داخله وما يتبعها من عزب وقفور ونجوع. يعني بنشتغل الوحده المعياريه او الوحده التخطيطيه بتاعتنا بقت المركز. مصر فيها 188 مركز، احنا بنشتغل في السنه الاولى اللي هتبدا 2021 ب 50 مركز تم الانتهاء من اختيارهم بالتعاون مع الوزارات الشريكه وباشراف تام من مجلس الوزراء، وتم اعداد المخططات والموازنات التقديريه لمركزين على سبيل التجربه، وجاري الانتهاء من اعداد المخططات والموازنات لعدد 48 مركز اخرين. حضرتك كده معلش بتقولي في الاول السنه اللي جايه دي اول سنه هتبقى 50 مركز. ايوه فاهم. اختيارهم برضه تم على اي اساس؟ ايه المعايير؟ احنا يعني بندي الاولويه في الاعتبار للاكثر المراكز احتياجا. على طبعا دي قياس نسبي داخل كل محافظه المطلوب مننا ان احنا نعمل انتشار جغرافي. اثنين، في اولويه نسبيه للمحافظات اللي فيها احتياج اكتر، ففي اولويه لمحافظات الصعيد. فعندنا ال 50 مركز موزعين على مستوى 20 محافظه، انما اكتر من 31 مركز موجودين في الصعيد. في 6-7 محافظات فقط. وال 19 مركز المتبقيه موزعين على ما يقرب من 13 محافظه، في محافظات موجود فيها مركز واحد او مركزين، ده في الوجه البحري. انما في الوجه القبلي في محافظات ممثله بسبع مراكز وبخمس مراكز وباربع مراكز، زي اسيوط وسوهاج فيها سبع مراكز تم اختيارها، المنيا فيها خمس مراكز تم اختيارها، هنا فيها اربع مراكز، اسيوط والاسوان الاقصر واسوان فيها مركزين، بني سويف والمنيا فيها بني سويف والفيوم فيها مركزين. لما نجمع دول بنلاقيهم 31 مركز من جمله ال 19، ففي تركز في الاستهداف في محافظات الوجه القبلي. مش كده وبس، ده كمان حالة الاحتياج، وبالتالي ما سوف يتم تنفيذه داخل هذه المراكز النسبة الأكبر من الاستثمارات أو المخصصات المالية أيضا سوف تكون موجهة للوجه القبلي مقارنة بمراكز الوجه البحري. بالقرى بالنجوع، وكلمة كل النجوع دي كمان اللي هو اللي يعني كنا بنقول في وقت اوقات مش موجودين على الخريطة، محدش يعرف عنهم حاجة. صحيح. احنا معنا في الخمسين مركز ال 1381 قرية بيتضمنوا بيتبعهم ما يزيد عن 9000 عزبة وكفر ونجح. عزبة وكفر ونجح. شكل التدخل بقى هيبقى زي الحياة كريمة في مرحلتها الأولى، المنهجية برضو يعني بقى فيها تعديل، فبقى بإشراف بإشراف كامل من مجلس الوزراء. فتم تقسيم الوزارات والهيئات الحكومية لمجموعتين، مجموعة قائمة على البنية التطوير البنية التحتية وإتاحة المؤسسات الخدمية، وهذه المجموعة بتقودها وزارة التنمية المحلية، وبيشترك فيها جميع الأجهزة الحكومية، جميع الأجهزة والوزارات الحكومية، كل وزارة عندها خدمات مطلوب إنشائها بتبقى شريكة في هذه المجموعة. المجموعة الأخرى مجموعة معنية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية بتقودها وزارة التضامن الاجتماعي، وممثل معها عدد من الشركاء من الوزارات الشريكة أيضا، وزارة القوى العاملة والتجارة والصناعة، جهاز تنمية المشروعات والتنمية المحلية بأنشطة ومشروعات زي مشروعك، ومؤسسة حياة كريمة، وعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية. هذه المجموعة منوط بها تنفيذ مجموعة من التدخلات، بتعمل على التمكين الاقتصادي من ناحية، إحداث رواج ونمو اقتصادي على مستوى الاقتصاد المحلي داخل القرى وداخل المركز بشكل عام. ففي تدخلات تستهدف تنمية مهارات
للراغبين في الالتحاق بسوق عمل، ده نقل اصول انتاجيه للي عايز يبدا مشروعات متناهيه الصغر، اقراض للي عنده مشروعات او عايز يبدا مشروعات صغيره، توسيع المشروعات قائمه من خلال برنامج مشروعك في وزاره التنميه المحليه، ثم مكون صحي بيركز بدرجه كبيره على الاكتشاف المبكر للاعاقه وشمول خدمات الحمايه الاجتماعيه في وطبعا مستشفيات وحدات صحيه لو مش موجوده ده مثلا ده في المجموعه الاولى بالظبط. طب مدارس ومستشفيات ومراكز شباب وحدات بيطريه، كل ما من شانه انشاء مؤسسات خدميه ده من مهام المجموعه الاولى. احنا لما نبص ان احنا على مستوى مركز بنتكلم على في طرق واناره وصرف صحي ومياه شرب وغاز طبيعي ومؤسسات من كل القطاعات، احنا بنتكلم عن تطوير شامل. حتى المؤسسات القائمة بيتم تقييم وضعها وتحسين جودة الخدمة المقدمة من خلالها. يعني لو في مدرسة موجودة شغالة بس يعني مش بالشكل كثافات عالية مثلا، يعني فيها في كثافات فيبقى في زيادة فصول وتطور في اللي موجود وتعمل لو مفيش حاجة موجودة أصلا. طب واحنا هنا بنتكلم بقى الأجهزة والوزارات المعنية تدخلها في المبادرة والمشاريع واللي هتعمله ده هيبقى من واقع الميزانية المقصودة للمبادرة ولا كل وزارة أو جهة من الميزانية بتاعتها أصلا؟ لا يا فندم، من مخصصات المبادرة. البيان الإعلامي اللي على موقع رئاسة الجمهورية بيذكر 500 مليار جنيه لتطوير قرى الريف المصري. انا بكلم دول حاضرين للصرف على طول ولا الوزارات هتبتدي تشتغل لغايه لما ولا ده في الامكان هنبتدي على طول؟ هيتم اتاحتهم يا فندم. الشغل هيبدا من 1/1 يناير. من 1 يناير في السنه الجديده الشغل على ارض الواقع. طيب انتوا من واقع البيانات او توقعكم بقى بالمراكز بالقرى النجوع المستهدفه كلها حجم الاستفاده او عدد المواطنين اللي هيستفيدوا نتكلم في 50 مركز فيهم 18 مليون نسمه. احنا بنتكلم عن 20% تقريبا من سكان مصر. هيتم خدمتهم وتطوير قراهم في السنه في عام. السنه التاليه هيتم استهداف 50 مركز اضافيه وهكذا. مطلوب الانتهاء من ال 188 مركز في 3 سنوات. فاحنا بنتكلم عن 50 من 188 اكبر من 20% من المراكز. 18 مليون نسمه، يعني بنقرب من 5 السكان في مصر لو نتكلم على عدد السكان داخل الجمهورية. ففي حجم استفادة قصوى سواء في عدد السكان سواء على المناطق في محافظات سوف يعني يكاد يكون الوضع فيها مكتمل لما اشتغل في محافظة في 7 مراكز من جملة 10 مراكز موجودة فيها. فاحنا تقريبا بنغير وجه الحياة على مستوى هذه المحافظة، بنطور من مستوى معيشة السكان لما ناخد في الاعتبار التدخلات المعنية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. مش بس بأتيح خدمة، ده كمان بغير في خصائص سكان قائمين. لما نصير نفتح فصول لمحو أمية، مدارس مجتمعية اشتبك مع قضايا الأمية وقضايا التسرب وقضايا النمو السكاني، سواء من خلال عيادات صحة إنجابية أو إتاحة وسائل تنظيم أسرة أو غيره، كل هذه التدخلات صحية وتعليمية واقتصادية وحتى على المستوى الفكري المكون التوعية له أيضا حيز كبير في التدخلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. بتستهدف تصحيح مفاهيم، تصحيح توجهات فكرية واشتباك مع قضايا ملحة لها أولوية. ممكن تبقى قضايا وطنية زي قضية السكان، زي قضية الإدمان والمخدرات، زي قضية العنف، وأيضا الاشتباك مع قضايا أو تصحيح مفاهيم نوعية قد تكون لها انتشار جغرافي معين. يعني لها ظهور في مناطق جغرافية دون غيرها، فأيضا بيتم التركيز عليها. احنا كده بنتكلم على شغل كل البلد كلها، تبقى يعني الوزارات وجهات معنية وأجهزة حكومية الكل هيكون مدعو وكل هيشارك في المبادرة دي. بالإضافة وده اللي قاله الرئيس وده برضو اللي احنا شفناه في المرحلة الأولى، وعايز أعرف بقى إزاي هيعمقوا أكتر أو هنستفيد بقى من منظمات المجتمع المدني، مؤسسات الجامعات الأهلية كلها، دول دورهم إيه ومدى مشاركتهم بقى في المرحلة التانية؟ في المرحلة التانية عندنا تصور بين العلاقة أو شراكة الجمعيات والمؤسسات الأهلية نوعين. في نوع جمعيات بنسميها جمعيات مركزية، ودي بتبقى أكثر قربا من الوزارة وبيتم الشراكة معاها، ودول اشتغلوا معانا في السنة الأولى وأيضا سوف يستمر الاشتراك معاهم. شارك معانا في السنة الأولى 23 جمعية ومؤسسة أهلية، وعندنا طلبات بالاشتراك بالرغبة في الاشتراك في المبادرة أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية أخرى
جاري الانتهاء من عمليات فحص طلباتهم و تأهلهم. معلش تاني الرقم اللي 30. هم لسه مقدمين 30 اكتر من 30 يعني 31 واللي احنا كنا شغالين معهم قبل كده كام؟ ده يعني كده ثم في جمعيات تنمية مجتمع محلي موجودة داخل القرى المستهدف العمل فيها. ايضا دي تم الانتباه لأهمية الاستثمار فيها واستهدافهم من خلال بناء قدراتهم فرفع قدراتهم المؤسسية، دعمهم لتنفيذ مبادرات مجتمعية تلبي احتياج مجتمعي غير الأنشطة المخططة مننا في المبادرة، وتستهدف بشكل ضمني من خلالها تسيير أو تحفيز المبادرات التطوعية الشبابية داخل هذه القرى. فتعمل ضم الشباب القريه في انشطه تطوعيه من خلال مبادرات تلبي احتياج خاصه ان الجمعيات دي اللي موجوده في مثلا في قريه او الكلام ده بتبقى يعني على علم اكتر بمشاكل المنطقه بتاعتهم مواطنيهم عايزين ايه وليهم خبره فنستفيد منها. طيب هنا وتعمل كمان نوع من الاستدامه والاستمراريه في تقديم الخدمه بعد نهايه السنه. يعني لما نعزز قدراتها وننشطها كمان احنا بنستثمر فيها بشكل اخر. علشان نربط الحاضر باللي تم قبل كده برضو، يعني احنا بنتكلم مع حضرتك دلوقتي وعارضين على الشاشة نتائج المرحلة اللي فاتت، طبعا المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة أو حصادها، يعني ايه اللي احنا خرجنا بيه برضو، يعني نفكر الناس بالنتائج اللي اتحققت وازاي بنبني عليها. النتائج شقين لأن احنا شغالين دايما في المكونين الكبار، مكون البنية التحتية والمؤسسات الخدمية، ودي أكثر درايه بيها الزملاء في وزاره التنميه المحليه، وحسب الارقام اللي اعلنوها ان في ال 143 قريه نفذوا اكثر من 616 مشروعات بنيه تحتيه، مشروعات كثيفه العماله واستهلكت استثمارات فاقت او قربت من 3.5 مليار جنيه. ميه، صرف صحي، كهرباء، كل الكلام ده كله. بالظبط، دي مبالغ ضخمه. احنا على مستوى الشغل الاجتماعي كان عندنا اكثر من 53,000 تدخل. منهم 21,000 تدخل متعلق بالمساكن الأسر الأولى بالرعاية، ما بين رفع كفاءة وتركيب أسقف ومد المنازل بشبكات المياه الشرب والصرف الصحي، وتدخلات صحية متعلقة بالقوافل وعمليات جراحية مجانية وخلافه. النهاردة احنا بنتكلم عن عدد 44,000 تقريبا من هذه الخدمات تم إنجازها داخل ال 143 قرية، وبنتكلم عن نسب إنجاز فوق ال 85% في منازل كانت مستهدفة، إنما عند التنفيذ بنكتشف إن خارج الحيز الأمراض. احنا لسه بنكمل برضو في المرحلة الأولى مع المرحلة الثانية. بالظبط، وإحنا لما نشتغل على مستوى المراكز الإدارية ال 50 مركز فيهم أيضا 600 قرية موجودين في مخطط المرحلة الثانية، 600 قرية من القرى المستهدفة في ال 1000 الأولانيين، فهم أوريدي مشمولين معانا وسوف يتم ايضا تقديم خدمات اضافيه ليهم. طيب معلش نرجع نتكلم في موضوع الفلوس برضو والميزانيه المخصصه للثلاث سنين، واول سنه مخصص منهم كام؟ طيب عشان بس نفهم قد او نوضح قد ايه ده مهم. في السنه الاولى صرفنا 3.5 مليار وكنا فرحانين قوي على 143 قريه بنصرف عليهم المبلغ الضخم ده. السنة الثانية كان مخطط نشتغل على 232 قرية باستثمارات قدرت في حينها ب 9.5 مليار جنيه. في مجموع السنتين قلنا هننجز أعمال في 375 قرية باستثمارات بلغت 13 مليار جنيه. احنا كنا شايفين الرقم ده رقم ضخم ويعني وموجه لقرى ما سبقش ان حد اهتم بيها وناسها يعني ما حدش بيسأل عليهم وخلافه. فاجئنا الرئيس بإتاحة يعني توسيع المبادرة بهذا الشكل، وإتاحة مخصصات ب 500 مليار جنيه السنة الأولى. طبعا الموازنات التقديرية بتقول إن كل مركز هيتكلف حوالي 2 مليار جنيه، يعني بنتكلم في السنة الأولى في 100 مليار جنيه. ده مبلغ ما سبقش لأي حكومة ولا في أي نظام حكم إن اهتم بالريف المصري ولا بالطريقة دي ولا أتاح لها هذه المخصصات المالية. احنا بنتكلم عن مبالغ تغير من وجه الحياة في قرى هي تقريبا تكاد تكون معدوم منها قرى محرومة تماما من الخدمة، محرومة تماما من احنا كان معانا قرية سبق ان احنا اتكلمنا عليها بينها وبين اقرب مدينة ليها 180 كيلو غير مرصوف، مفيش طرق، مفيش. هنا المبادرة والزملاء في التنمية المحلية الحقيقة مهتمين جدا بحكاية
الربط الجغرافي بين التجمعات الريفية والمدن وخلافه. صغيرين بيمشوا كيلومترات كبيرة عشان في بلدهم ما فيش مدرسة. فيعني طبعا انك بتخفف. طب قولي مش بس تبقى ممهدة ده مرصوفة على أعلى جودة وآمنة بشبكة إنارة يتعمل مدرسة برضو في لو كان في كثافة سكانية كبيرة. طيب هنا يا دكتور خالد الجمعيات الأهلية هي مش بتشارك برضو بتمويل؟ يعني بتقولي المشاركة نوعين. في السنة الأولى كانت الجمعيات الأهلية بتنفذ هي اللي بتاخد على عاتقها ان هي توصل للحالات المستحقه، تبحث حالتها، تقيم مدى احتياجها، ثم تقدم لها الخدمه، وكمان بتساهم في تمويل المبادره بنسب تراوحت وصلت ل 20%. في السنه الثانيه احنا سيبنا للجمعيات الاهليه ان هي تبادر من مواردها الذاتيه بتنفيذ انشطه اضافيه كمان غير الانشطه المخططه من عندنا واللي متاح ليها مخصصات ماليه ضخمه بهذا الشكل. كمان الجمعيات الأهلية المركزية بندعوها لأن كل جمعية هتبقى مسؤولة عن مركز إداري مثلا، فهي كمان بتدبر مواردها عشان تعظم أوجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل هذه المناطق الجغرافية. طيب في محور بقى يعني ما حصلش اتكلمنا عليه بس انا جه في بالي وحضرتك بتتكلم على القرى، يعني كلمتني على صحة، على تعليم، على بنية تحتية، الزراعة، الفلاح المصري، الأرض اللي اتأكلت، مستلزمات الإنتاج، قروض المزارعين مثلا لبنوك التنمية والتأمين الزراعي، يعني إزاي برضو الإرشاد الزراعي فين؟ يعني المحور ده فين بقى علشان المزارع برضو وإحنا؟ ما هو لما بيبقى فيه عندهم إنتاجية وبنزرع ونحصد وتبقى الحاجات متوفرة أسعارها تبقى كويسة هو كمان ما بيبقاش مظلوم. التدخل في الجزئية دي فين؟ إحنا ده مشمول داخل محور التمكين الاقتصادي، يعني إحنا كل ما من شأنه تعظيم إنتاجية الأرض الزراعية، الاستثمار أو التصنيع الزراعي والحيواني، كل ده داخل أو مشمول في محور التمكين الاقتصادي. إضافة لده مش بس زراعي وحيواني باعتبار أن دي مناطق إرفية، في قرى متميزة في زراعات معينة، موالح، بلح، يعني زيتون إلى آخره. مش بس تعظيم الإنتاجية، ده كمان التدخل في سلسلة قيمة هذه السلعة وصولا الى المستهلك. بتمر بكم مرحله، ايه اللي نقدر نعمله، هل ممكن ننشئ وحدات تجميع من افراد عشان نوصلهم لصناعات اكبر الى اخره. فكل ده بيتم، وده اللي كان برنامج فرصه في وزاره التضامن الاجتماعي بيشتغل عليه، ومطلوب مننا في خلال المبادره ان احنا نعظم خدمات هذا البرنامج في مبادره حياه كريمه. ايضا الى جانب ده في صناعات حرفيه، مش بس زراعات، ده كمان في زراعه ومصر قريه تلاقيها مثلا عسل، بالظبط كده، قريه الغزل والناس، قريه اللي هي السجاد اليدوي يعني الحقيقه مصر غنيه وفي مراكز كامله نلاقيها متميزه بصناعات معينه او بحرف معينه. مطلوب مننا ان احنا نساعد هذه الصناعات ونساعدها على النمو الاقتصادي، لان كل ما الصناعه تنمو الرواج هيزيد وفرص العمل هتزيد. احنا هنا بنعمل مش بس تقديم خدمات وإتاحة خدمة وتحسين مستوى لخصائص السكان إن هي تتغير، ده كمان بنرسخ نوع من الاستدامة اللي فخامة الرئيس ذكرها فيه. احنا بنعمل تنمية مستدامة، إن هذا الاقتصاد المحلي يوصل لدرجة تسيير ذاتي والناس تبقى الحياة ماشية معاهم، مش مجرد تدخل وقتي وفقط. طيب خلينا نوسع دائرة الحوار، ومعانا على التليفون دكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة أو مدير إدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية. مساء الخير يا دكتور ولاء. مساء النور بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور ولاء. طب احنا معانا دكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، وكان بيشرح لنا قد إيه إنها مبادرة متكاملة الكل مشارك فيها، كل أجهزة الدولة والوزارات والجهات المعنية. دور وزارة تحياتي للدكتور خالد أستاذ. ازيك يا دكتور؟ مساء الخير. وبنشتغل مع بعض والموضوع بقى في ايد دي مبادره دوله مصريه زي ما اشار الدكتور خالد، كل اجهزه الدوله بتتشارك في تنفيذها. دوركم يا دكتور ولاء ونصيب وزاره التنميه المحليه بقى في التنسيق، في المتابعه، في البنيه التحتيه، في شغل المحافظات اللي هيبقى فيها المرحله الثانيه من المبادره. يعني هي وزاره التنميه المحليه طبعا يعني بحكم تكليف دوله رئيس الوزراء لمعالي الوزير محمود شعراوي في نوفمبر 2019 كلفت بالاشراف على الجزء المتعلق بالبنيه الاساسيه والخدمات الاجتماعيه. البنيه الاساسيه والخدمات الاجتماعيه بتشمل خدمات الصرف الصحي، خدمات مياه الشرب، الطرق، الاناره العامه، المدارس، الوحدات الصحيه، المنشات، الطب البيطري،
كل ما يعني يعزز ويتيح ويحسن جودة خدمات البنية الأساسية والخدمات اللي لها علاقة بالتنمية المجتمعية أو التنمية الاجتماعية زي الصحة والتعليم والخدمات الشبابية. الوزارة يعني بتشرف وتنسق في هذا الجانب مع الشركاء من الوزارات المعنية والهيئات المعنية والمحافظات، بالإضافة طبعا إلى أن وزارة التنمية المحلية بحكم يعني علاقتها بمكونات مكونات الإدارة المحلية الثانية والدعم اللي بتقدمه المحافظات والإشراف على منظومة الإدارة المحلية، بتقوم بدور في متابعة العمل التنفيذي على الأرض في تيسير ويعني مساعدة الأطراف المختلفة العاملة في الملفات المختلفة إنها تنفذ الأعمال اللي بتخطط ليها، تزيل أي معوقات ممكن تواجهها. كمان بتعزز شوية الجزء التشاركي أو بتمأسس منظومة المشاركة المجتمعية المتعلقة بهذه التدخلات، الناس تبقى مطلعة على ما يحدث، لديها وعي بالجهود اللي بتبذلها الدولة في قراهم، مشاركة بشكل أكثر في يعني الوصول للأهداف المتفق عليها أو المخطط ليها. طيب وزارة التنمية المحلية وطبعا السادة المحافظين والدور بقى في ان كنت بناقش دكتور خالد اللي هو على اي اساس اخترنا محافظات بعينها او مراكز بقراها بكفرها بنجوحها ان احنا نبتدي فيها المرحلة الاولى، قاعدة البيانات او من الاكثر احتياجا ازاي ده تم تحديده والخريطة الجغرافية لتوزيع المناطق دي يا فندم؟ احنا خلال المرحلة الاولى الجاري تنفيذها يعني تم اختيار القرى بناء على مؤشر معدل الفقر، ومؤشر معدل الفقر ده يعني بيصدر بشكل دوري عن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بناء على يعني قياس بمنهجيه معينه ل يعني معدلات انتشار الفقر بمفهومه الواسع في القرى المصريه، والمؤشرات دي قالت ان احنا عندنا 1000 قريه مصريه، ال 1000 قريه دي بيزيد فيها معدل الفقر عن 55% منتشره جغرافيا يعني في معظم اقاليم الجمهوريه، بنتكلم في 16 محافظه ما بين الوجه البحري والوجه القبلي. طبعا معظمهم يعني متركز في منطقه صعيد مصر، لكن كمان بعض محافظات الوجه البحري لها نصيب منها. فبالتالي المعيار الاساسي كان هو معدل الفقر وانتشار معدل الفقر في هذه القرى، وعلى الاساس ده تم تصميم التدخلات التنمويه لتقلل من معدلات الفقر متعدد الابعاد. طيب سؤال اخير، يعني أكيد في أي خطة طموحة بنبقى متخوفين من بعض الصعوبات أو مشاكل أو تحديات ممكن تواجهنا، من وجهة نظر حضراتكم إيه هي وإزاي بتشتغلوا عليها؟ يعني هو كان التحدي الأكبر الحقيقة اللي بيواجه أي عمل بالشكل ده التنسيق. وإحنا يمكن خبرتنا في كجهات حكومية وكمؤسسات حكومية في السنوات السابقة يعني في التنسيق سويا ما كانتش أفضل حاجة، لكن الحقيقة أنه التحدي ده لم يكن موجود على الإطلاق هذه المرة. الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني المصرية ومؤسسات القطاع الخاص المصرية كانت بتعزف يعني سيمفونية متناغمة جدا، فالتخوف الأكبر ما كانش موجود، التخوف من التحدي الأكبر ما كانش موجود. يمكن التحدي اللي عندنا دلوقتي مرتبط بالتمويل، احنا التدخلات اللي حصلت فتحت باب أمل كبير جدا للناس، غيرت إلى حد كبير جدا من مستويات معيشتهم للأفضل طبعا، لكن تظل لدى الناس يعني أحلام مشروعة وتظل لدى الناس تطلعات مشروعة تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات. فالحقيقة يعني التحديات التنسيقية مش موجودة، لكن لدينا تحديات في إن احنا نقدر نوفي بكل ما ينتظره الناس مننا. أنا بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يوفق إن شاء الله، وفي ضوء كمان الميزانية اللي أعلن عنها السيد الرئيس إن شاء الله، ومع كمان مشاركة منظمات المجتمع المدني فنشيل مع بعض. أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا دكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية. دكتور خالد، وأنا بنهي مع حضرتك بقى، كلمة أخيرة أو تحب تقول إيه وإحنا إن شاء الله على أبواب سنة جديدة ومرحلة جديدة من حياة كريمة؟ كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة على مصر كلها. يعني أنا يعني ما فيش أكتر من الكلام اللي اتقال في المنشور اللي فخامة الرئيس نشره، إن ده بيزيد حماس كل القائمين على التنفيذ في المبادرة، والحماس مش يعني مجرد الدعم وتوفير كل المخصصات المطلوبة الحقيقة، وكمان المتابعة، وفكرة المتابعة بتذل كتير من الصعوبات اللي ممكن تقابلنا او العراقيل او الاجراءات الروتينيه او غيره. الجمله اللي هي الرئيس قال ساتابع بنفسي، فاللي هو يبقى في توجيه ان اي مشكله يتم حلها ان شاء الله. كل ده
كل ده مبلغ سعادتنا القصوى ان احنا شايفين ان احنا بنقدم للمواطن المصري في القريه المصريه حق من حقوقه، لا هو بنمن عليه ولا هو يعني بنقدم له مساعده زائده ولا غيره، بالعكس كما ارى انا يعني ان المبادره بتعبر عن ادراك من مؤسسه الرئاسه بان هؤلاء المواطنين لهم حق مماثل ومتكافئ ومتعادل مع حقوق الساكنين في المدينة، لأن كان دايما كتير من الناس واللي بره مصر بيسألوا هو الاستثمارات اللي راحها فين والمشروعات القومية ايه، وفي مناطق تانية ما احنا مش شايفين اهو مناطق تانية بيتم الانفاق عليها بهذه المخصصات، والعالم كله بيشهد تراجع اقتصادي وانكماش اقتصادي بسبب تداعيات فيروس، مصر بتصرف وبتتيح مخصصات وبتبني حتى أبعد المناطق الجغرافية مشمولة بالخدمة. الحمد لله رب. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، كل التوفيق ونتابع مع حضرتكم طبعا بإذن الله. بعد الفاصل هنستمر مع حضراتكم وفقرة بقى يعني خفيفة ولطيفة كده، ويعني نسمع تفاصيلها ونشوف إن إحنا عندنا برضو كده ناس فوق العادة بعد الفاصل. ضيفنا النهارده حاجه جامده قوي بسم الله ما شاء الله، لما تقول كده السوبرمان البطل الخارق، قدرات خاصه كده وربنا انعم عليه بقوه بسم الله ما شاء الله، ويعني بيقدر يعمل حاجات اكيد يعني بنبص لها بانبهار، بنقول ازاي قادر ازاي ان هو يعني طبعا بنشوف اللي بياكل الازاز ومش عارفه ايه واللي يقدر يشيل اوزان تقيله ويجر عربيات والكلام ده كله، بيفضل عندنا اسئله هو ليه؟ طبعا سبحانه وتعالى يعني في خلقه شؤون، واكيد بيبقى كل واحد يعني مهيئ للي ربنا قسمه له، بس عندنا اسئله هو يعني ده جينيا ولا بياكل حاجه ولا بيعمل ايه ولا نفسيا يعني. المهم معانا النهارده احد ابطالنا اللي فيديوهاته وشغله مكسر الدنيا على مواقع التواصل الاجتماعي، والشباب طبعا بيتابعوه بشكل كبير قوي قوي، وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي يمكن كان ضيفنا النهارده كان موجود معاه وكان يعني مصاحب ليه في كتير من الفعاليات ومحل طبعا تكريم وتقدير من قبل وزاره الشباب والرياضه، يمكن هنسال كمان ازاي يتم الاستفاده من ده، لانه ممكن يبقى عندنا قدرات ونعمل حاجات بس ما يبقاش بشكل كده يعني تبقى بشكل منظم ونقدر نستفيد ونستغل هذه الامكانيات الخاصه. بطلنا النهارده محمود عبد الحميد الشهير بمحمود لالا، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، منور الدنيا كلها. اهلا وسهلا يا فندم، تشرفت بحضرتك. وانت داخل الناس ايه بقى يقول لك يعني بيبصوا لك كده بانبهار ما شاء الله، فاكيد انت بتشوف النظره دي في عينين بقى اي حد بيتابع شغلك واللي بتقوم بيه، ممكن تحكي لنا اكتر عنك والموضوع بدا معاك ازاي، وهنشوف الفيديوهات دلوقتي بتاعت محمود ونشوف هو بيعمل ايه وازاي بيتحدى نفسه بيتحدى الجميع. هو بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، انا بشكر حضرتك طبعا وكل فريق الاعداد وان انا موجود معاكم النهارده، شرف كبير ليا. طبعا بفضل الله الحاجه دي ظهرت عندي بس ما كنتش اعرف طبعا لان هي معايا من فتره، ربنا انعم عليا بها بس ما حبيتش ان انا اظهرها لان طب هعمل ايه؟ انا ربنا انا اداني صحه او اداني نعمه بس طب اقول للناس ايه؟ انا عندي قوه خارقه؟ لا، فاختزنت الحاجه ديت جوايا. كنت خايف الناس تخاف منك؟ ده كان شيء اساسي وبرضه عشان ما يبقاش فيه ان انا او يحسدوك او يبقى فيه مثلا يا دكتوره مثلا يقول لك ان هو بيتعالى على الناس او بيستعرض قوته او حاجه زي كده. لكن ظهرت بقى عن طريق الصدفه. امتى؟ كان عندك كام سنه؟ انا كان عندي 21 سنه يعني من 19 سنه أو 18 سنه يعني. فديت ظهرت بالصدفه، كنت ماشي طبعا فحصلت خناقه فنزلت اسلك الخناقه بكل تلقائيه، ف هما اتنين بيتخانقوا مع بعض فنزلت اسلك الناس من بعضها. فالراجل اللي هو بيتخانق مع خصمه الثاني قام جايب ماسوره حديد وبيضرب الراجل على دماغه، فجت الضربه على دماغي انا. حطيت ايدي على دماغي ما لقيتش دم، فالراجل بصيت له انا كده قام سايب الحديده وجالي. ديت كانت اول لقطه معايا. احسن. فجت بعد كده بقى فجت بعد كده بقى طبعا حصل الراجل جالي البيت وافتكروا ان في حاجه كبيره طبعًا. يعني فاتضح ان عملت اشاعات وتحاليل وحاجات زي كده، فالحمد لله طلع يعني ما فيش حاجه، والدكتور قال لي ان دي حاجه غريبه شويه بتحصل مثلا
من نادر جدا ان العظم او في جينات عاليه جدا في العظم بفضل الله يعني الحمد لله رب العالمين. يعني التركيب او الـ 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 الجسماني العظمي العضلي بسم الله ما شاء الله. طب انت عملت اختبارات اصل حاجات زي كده بيبقى ليها دنيا ده دكاتره وقياسات والحاجات دي كلها عشان يشوفوا. الحمد لله انا عملت طبعا اختبارات وتحاليل وفحوصات على الامعاء كمان لان انا بلتهم كميه ازاز كبيره بلتهم 3 كيلو لحمانيه في اكل كتير في حاجات بتخش الامعاء فمن هنا اضطريت ان انا اعمل فحوصات على الامعاء ديت ودكاتره كبيره. وانت ايه اللي جايب بالك اصلا من الاول اللي هو اجرب يعني مفيش حد بيفكر يقول اجرب اكل ازازه اشوف هيحصل لي ايه؟ ما هو حضرتك انا كنت كان سبب حادثه قبل كده ان انا معدي في الشارع فنزلت تحت عربيه دست على رجليا وجسمي فقمت بعد كده برضه مشيت عادي الحمد لله بفضل الله الناس خدوني وديني المستشفى قلت لهم يا جماعه انا سليم مفيش حاجه الحمد لله. يعني كله بالصدفه يا استاذ محمود كله يحصل عن طريق معاك حاجه الصدفة. تعرف ان الحمد لله يا رب ما فيش عندك اي مشكله لا ده انك قادر تتحمل اي الحمد لله حاجه صعبه. طبعا بقى ابتديت ان انا طب العظم ما تاثرش ازاي يعني ازاي انا رجلي ما حصلش فيها كسر او حاجه فابتديت احط الاول ايدي تحت عربيه تعدي عليها مفيش حاجه ابتديت انام والعربيات تعدي من عليا طبعا بقيت استشرت انت تحديت نفسك في حاجات اكتر عشان كل شويه الحاجة دي طبعا اخري ايه استشرت ناس طبعا خبراء في الطب وحاجات زي كده قال لا ديت حاجه يعني نعمه من عند ربنا فابتديت انزل تحت العربيه احل محل الكوريك اللي هو في المغسله بتاعت السيارات اللي بيرفع العربيه فبقيت احل محل الكوريك انزل تحت وبفضل الله ارفع العربيه لقيتني عند القوه وان انا اتحمل ان انا ارفع عربيه مثلا ملاكي واقف بها فابتديت اعمل التمارين دي تمام انا بفضل الله الحمد لله والفيديوهات موجوده انا عارفه هشوف طبعا العظم القفص الصدري فابتديت اكسر على القفص الصدري وزني ما يعادل 400 ل 500 كيلو حجاره بمرزبة حديد على العظم الحي يعني فطبعا كان ليا الشرف ان انا عملت العرض ده كمان في ماراثون في فعاليات شرم الشيخ من قيمه 4 أيام يعني قدام معالي الوزير و محافظ جنوب سيناء وطبعا نال اعجاب الجميع بفضل الله وكسرت الحجاره قدامهم فالحمد لله يعني ديت حاجه حابب ان انا اعرضها للناس حابب ان انا اسجل بس تقول لي يا استاذ محمود هل بيبقى كل الحاجات دي يعني في حاله حضرتك مش انت بتحكي لي وحصل وبالصدفه في حاجات بتبقى فيها تحايل او في ناس ممكن تعمل حركه انها تشد او بتاع بس تبقى عامله حاجه انها تخلي الدنيا تخف عليها فاهم قصدي ايه؟ تمام يعني في حاجه في تركات كده بتحصل برضو ولا لا من البعض؟ من ناحيه الخناقات يعني في شد مثلا حاجه تقيله في رفع حاجه تقيله انه يكسر حاجه في في لعب بيحصل ممكن؟ لا انا ممكن اكون ماشي في الشارع بمحط يعني بالصدفه البحت خالص فالاقي مثلا عربيه مغروزه حد بيغير فرده كاوتش مثلا عربيته عطلانه فانا ممكن ارفع العربيه وهو يغير فرده الكاوتش. لا انا بسالك ايه هل كل حد بيطلع يقول انا بقدر اشد واقدر اعمل ايه نصدقه على طول ولا في حاجات تبين ده هو بجد او بيعمل حركه وبيكذب علينا فاهمني؟ لا طبعا لازم يبقى لها اختبارات ولها لها اختبارات ومقياس للقوه اللي عنده ديت هل هو يقدر ان هو يشد مثلا يسحب مثلا وزن مثلا 150 طن 100 طن حسب القدرات اللي عنده يعني وربنا سبحانه وتعالى. اخرك كام طن بقى؟ انا بفضل الله لحد دلوقتي انا بفضل الله يعني 135 طن بسحب يعني بفضل الله ما شاء الله الله اكبر. طيب قول لي انت اكيد بقى في برنامج غذائي او اكل معين بقى ولا بتاكل زينا؟ بفضل الله انا باكل زي اي حد بس انا انت قلت لي 3 كيلو لحمه نيه من شويه بس يا دكتوره معلش المشكله ان هو الاكل عندي يختلف شويه عن الطبيعي انا باكل اي اكل طبعا بفضل الله ولكن انا نسبه الاكل عندي بتبقى زياده شويه عدد الوجبات نوع الاكل طبعا بيبقى كله غالبا بيبقى بروتين بقى بروتين عالي او خضار فريش يعني سلو ما بسلو الاكل ني بمعنى الاصح يعني بس طبعا عشان الناس ما تخافش مني انا باكل يا جماعه ني ومستوي وبس ممكن في الني اكل اكتر ليه؟ هو كده انا بحب الاكل يعني بيديني طاقه اكتر باكل فيه اكتر بحس بباور وطاقه اكتر يعني 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 اللحمه نيه؟ تمام نية طيب انت متجوز صح؟ تمام الحمد لله. اخبار المدام ايه؟ يعني اظن هي يعني ساعات بقول لك ايه اللي ربنا بيديله ضخامه في الجسم وفي البنيان وصحته بسم الله ما شاء الله وكده تلاقيه طيب وما يأذيش وما فيش حاجه وما نخافش منه يعني وناس يقول لك لا يعني انا ابعد عن الشر وغني له لا اخاف اقلق
الوضع ايه؟ لا والله انا بتعامل عادي يا فندم، انا الحمد لله يعني وبفضل الله انا محبوب لدى اصحابي واصدقائي والاسره والناس المجاورين ليا، وكل الناس بفضل الله يعرفوا محمود لالا ايه. ما فيش حاجه اسمها تعالى على الناس، انا اقل واقل واحد، اقل مخلوق ماشي على وجه الارض. زي ما حدش بيرضى يتخانق معاك اصلا. لا انا ولا ما برضاش اتخانق مع حد اصلا بفضل الله، لان انا بحب كل الناس، بحب الاطفال، بحب الناس اللي بيحبوا محمود لالا، بحب ان انا ازرع حته ابن جسمك. ابعد عن اي حاجه تانية، خليك في الرياضه، حب الرياضه، بص للرياضه من قلبك وحبها عشان تبقى زي مثلا فلان. بدي امثال للناس كده عشان ياخدوا الرياضه ديت، مش لي انا، لهم هم ولاي حد ان ياخدها قدوه. الرياضه هي حاجه جميله. عندك ولاد يا استاذ محمود؟ بفضل الله انا عندي 6 اولاد. بسم الله ما شاء الله. ايه بقى سنهم وبناتهم؟ هم توائم يعني. توائم. الله اكبر. ايه بنتين توأم وبنتين توأم وواد وبت توأم برضه. إيه انت عندك ولد واحد وما شاء الله وخمس بنات. حد ورث من بابا الموضوع ده؟ لا بفضل الله يعني انا بس يعني. بس انت مراقبهم من ناحيه يعني فهمي؟ يعني ما هو ممكن جينيا برضو يعني هو مثلا الولد مثلا هو الولد ما انت عرفت نفسك تمام بالصدفه. تمام. هو الولد انا متابع معاه حاجات لان هو ملاكم برضو ولعب بطوله الجمهوريه السنه اللي فاتت. طيب. هو يعني الله اكبر بسم الله ما شاء الله بيلعب حلو وفيه حته بس انا ما اقدرش اقولها. هو لما ده عند ربنا وهتيجي في وقتها. بس انت اكيد انت بتاسسه بقى انه حياه صحيه، اكل كويس، طبعًا رياضه. طبعا هو لعب بطوله الجمهوريه السنه اللي فاتت وخد مركز كويس برضو الحمد لله. بس انا ما اقدرش اقول له انت عندك قوه خارقه او في عندك جينات. قال لما يعني الوقت قدامه حسب الله اعلم يعني ممكن يطلع عنده جينات او ما عندوش، لكن ما فكرتش ان انا اعمل له تحاليل او فحوصات يعني. الولاد وبيتفرجوا على بابا وبيشوفوا وبيسمعوا الكلام عنه بيقولوا لك ايه بقى وهم يعني شايفينك ازاي؟ طبعا انا بقى يعني هم كل حاجه في حياتي. هم نور عيني طبعا، انا بحبهم وهم دولت الحاجة الجميلة اللي في حياة الواحد. أنا زي أي حد خالص، زي أي أب بيتعاملوا معايا، مفيش أي خوف، مفيش أي حاجة خالص. لا طبعا يعني بابا يعني. شغلة حضرتك بقى يعني ليك حاجة ثابتة ولا لأ؟ أنا شغال في صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية تابع لوزارة التربية والتعليم. وتمام يعني. طيب أنت شايف إن المجال ده يعني بقى كنت بقول في المقدمة إزاي نستثمر القدرات دي؟ يعني مش مجرد إن هو شو خلاص أو كده، لا يعني مثلا موسوعة الأرقام القياسية إنك توصل لها، تبقى بطل مصري. يعني مثلا يكون في جهة برضو تتبنى تساعد. طبعا أنت حلمك عايز توصل لإيه، تعمل إيه في حياة حضرتك؟ أنا ليا الشرف طبعا واتشرفت بمعالي الوزير اللي بذل مجهود كبير معايا والدكتور أشرف صبحي اللي تبنى موهبة محمود لالا. وأول ما رحت له عرضت عليه الفكرة يعني موهبتي تبناني، وكلف الدكتورة سونيا دنيا إنها تتبنى محمود لالا وبتعليمات سيادة معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي. يا جماعة محمود لالا معاكم، ظبطوا له إن هو إزاي حققوا له حلمه. يعني إدى تعليمات للدكتورة سونيا بإن هو يعني وصلوا محمود حققوا له حلمه طبعا. وبشكر الاستاذ احمد سعيد اللي حضر معايا بروفات كتير وتعب معايا في اعداد ان انا يعد محمود لالا وتجهيز محمود لالا للتسجيل في موسوعه جينيس ريكورد. بذلوا معايا مجهود جامد. وطبعا انا بفضل الله يعني عندي طموح ان انا احقق حاجه لمصري باسم بلدي، وارفع اسم بلدي لفوق قوي، لان مصر فيها حاجات جميله. مش بضرب المثل عليا انا، لا في حاجات كتير احسن منه في حاجات زيه والحمد لله. نفسي احقق حلمي، وطبعا ده تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي معالي الوزير، ان يكون اول مصري يسجل في موسوعه جينيس ريكورد للارقام القياسيه. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. اخبارك مع كورونا ايه؟ الحمد لله. خاف على نفسك كده برضو والماسك ولا تقول لك لا يا انا؟ لا طبعا ما انا بلبس برضو الماسك عادي وزي حد اي حد يعني. فعلا؟ ربنا يحميك يا رب. بس طبعا عشان انا مع حضرتك طبعا. لا ما يعني احنا من التباعد برضو وكل حاجه. ربنا يحميك يا رب ويديم عليك صحتك وقوتك ان شاء الله وتستثمرها دايما في الخير ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. بطلنا محمود عبد الحميد الشهير بمحمود لالا اللي شرفنا ونورنا النهارده في الحياه اليوم، فقره يعني ليها مذاق كده خاص ومختلف وننهي بيها حلقه النهارده. شكرا جزيلا لحضرتك. بشكركم شكرا جزيلا. وصلنا لنهايه حلقتنا. بكره يوم جديد في الحياه اليوم. نشوف حضرتكم على كل خير باذن الله يا رب.